شي حاجه وما كاين حتى شي حاجه. حنا عايشين هنا اصلا في قطر و يعني ما كاين ما لقيناش شي حاجه، ما كايناش شي حاجه اللي رسميه، يعني لان هاد مشكل التذاكر هذا مطروح من شحال هادي، لان الفيفا هي اللي كتحكم في التذاكر، ولا بقات شي حاجه غتكون في اعاده البيع، غتكون في موقع ديال الفيفا، وهذا الشيء عمر ما سمعناش وما كاينش، وهذا الشيء غير فيك نيوز. يعني الجنا بعدا كمغرب لا 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 جامي ما شفت ولا واحد، وان شاء هذا الشيء يقدر يكونوا جنسيات اخرى، اما جزائري انا ما شفت ولا واحد باش نكون معك صريح، يعني انا مغربي وعايش هنا ونعرف الجزائريه ونشوف يعني ناس كثيره هنايا، ولا مره شفت شي واحد، يعني هذا باش نكون معك صريح، انا عايش هنا اخويا.